افتتح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طه فرعاً تابعاً للهيئة في مدينة أسوان إذانا بانضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. تعمل الهيئة على تهيئة المستشفيات والمنشآت الصحية بمعايير الجودة العالمية المعتمدة من المعايير الدولية الإسكوا بما يحقق أمان وسلامة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين. وبذلك ستكون المنشأة الصحية بمحافظة أسوان متوافقة مع معايير الجودة ومنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. والله احنا النهاردة في محافظة أسوان علشان بنفتتح فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في محافظة أسوان إذانا بانضمام هذه المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. هتعلم أن البوابة لهذا النظام هي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللي أصدرت معايير الجودة الرعاية الصحية المتسقة ومعتمدة من المعايير الدولية أو هيئة الاعتماد معايير الجودة الدولية الإسكوا. وبالتالي احنا بنعتبر بنهيئ او بنأهل المستشفيات والمنشآت الصحية بتاعتنا بمعايير جودة عالمية بما يحقق امان وسلامة الخدمة الطبية التي تقدم الى المواطن. حدث مهم جدا، ويعني بنزف البشرة لأهلينا في أسوان ان شاء الله تعالى تكون بداية موفقة جدا لدخول المنشآت الصحية بمحافظة أسوان لمنظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا عشان أي منشأة صحية تخش في منظومة التأمين الصحي الشامل لازم تحصل على شهادة من اتنين، لإما شهادة اعتماد وده بيديها فترة 3 سنوات وإعادة تجديد أو إعادة الزيارة، لإما شهادة تسجيل وده بيديها فترة سنة ويمكن إعادة التسجيل لحد 3 مرات. المعايير المصرية هي حاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للجودة الإسكوا بسكور أو بدرجات أو بنسب مئوية عالية.